ما زلنا في أعمدة الرأي والمقالات، ننتقل إلى صحيفة التيار وزاوية حديث المدينة مع الكاتب والصحفي عثمان المرغني، والتي جاءت بعنوان يا جماعة فقط 365 يوما. يبدأ مرغني هذه الزاوية بقوله: نستطيع أن نصبح دولة مترفة في مقام دول الخليج في سنة واحدة فقط، وبالتحديد في 365 يوما. ولكن أترك لكم تحديد وقت البداية، وقت بداية حساب 365 يوما الفاصلة بين واقعنا المتخلف المأزوم ومستقبلنا المترف المأمول. يضيف الكاتب فيقول: هذه النهضة السريعة تتحقق متى توفرت شروطها التالية: أولاً، القدرة على استلهام طموحات العصر بكل مكوناته المستحدثة التي غيرت تماماً منهج التفكير والحلول التي كانت سائدة في الماضي. ثانياً، بناء المؤسسات القادرة على النهوض بالدولة. وثالثاً، باستخدام أفضل سوفتوير لإدارة ماكينات الدولة الضخمة، وليس المقصود هنا برمجيات الكمبيوتر، وإنما برمجيات الدولة أو القانون والتشريعات. يضيف الكاتب: الأمر لا يحتاج أكثر من تبني أطروحات علمية وعملية تنجبها حلقات عصف ذهني يبدأ باستنباط الرواية المطلوبة لمستقبل باهر، ثم ترسيم الإطار العام لمطلوبات النهضة، ومن ثم تصميم المنصة المفاهيمية والمنهجية التي يقوم عليها بنيان نهضة الدولة الحديثة. يضيف الكاتب فيقول أن من أهم مطلوبات النهضة بناء دولة إلكترونية، وهي دولة تقوم على أن الضائع من عمر الإنسان السوداني هدرا في إجرائيات وشواغل أخرى قد يفوق الجزء المنتج في سنوات عمره، وعليه لابد من التوسع في استخدام الكمبيوتر في كل الإجراءات الرسمية والخاصة للدرجة التي تلغي تماما كل وقت مهدر. يتأسف الكاتب أنه عدد السنوات المطلوبة من بداية التعليم الأساسي وحتى التخرج من الجامعة هي ذات السنوات التي تعلم بها جدودنا رغم أنف الطفرة الهائلة في وسائل التعليم. وهنا لا أقصد ضغط السنوات الدراسية، بل أقصد قدرة الطالب في الدخول إلى دائرة الإنتاج من عمر مبكر. أختتم مرغني هذه الزاوية بقوله: تذكروا ما قلته لكم قبل فترة، أفضل وسيلة للتخطيط أن نبدأ بتحديد الجائزة أولا، ثم نرسم المسار المفضي إليها. والجائزة هنا أن نصبح دولة متقدمة في 365 يوماً.